خانق جارني. هل سبق وأن سمعت عن خانق جارني؟ ويسمى أيضا خانق نهر آزاد. خانق أو مضيق جارني هو معلم طبيعي مذهل يقع في أرمينيا بالقرب من قرية جارني التي تبعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرق العاصمة يريفان. يشتهر الخانق بمناظره الطبيعية الخلابة وتراثه الثقافي القديم والتكوينات الجيولوجية. هنا يمكنك أن تشاهد ظاهرة طبيعية لا تصدق، تعرف باسم سمفونية الأحجار. إنها تكوينات بازلتية بشكل أعمدة سداسية تتدلى في هذا الخانق أو المضيق. تم إنشاء هذه الأعمدة بواسطة النشاط البركاني منذ ملايين السنين. هنا يمكنك المشي لمسافات طويلة على طول نهر آزاد وتستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة للمنحدرات والأودية والجبال المحيطة. أشهر معلم في هذه المنطقة هو معبد جارني، وهو معبد قديم على الطراز الهلنستي مخصص لإله الشمس مهر. تم بناء معبد جارني في القرن الأول الميلادي، وهو المبنى اليوناني الروماني الوحيد القائم في أرمينيا. المعبد له إطلالة رائعة على هذا الخانق، ويعتبر معبد جارني المعبد الوثني الوحيد المتبقي في أرمينيا.